من هو صاحب أطول سلسلة مباريات بلا هزائم؟ حقق ريال مدريد مؤخرا رقما قياسيا إسبانيا بوصوله إلى 40 مباراة متتالية من دون خسارة في كافة البطولات، ليجعل مباراة فولسبورغ التي سقط فيها بهدفين للا شيء في ألمانيا ذكرى بداية شيء جميل وليس سلبيا أبدا. ريال مدريد أزاح برشلونة عن الرقم القياسي الإسباني، ولكن في نفس الوقت اندفع كثيرون للتذكير برقم قياسي مرعب لا يمكن تحطيمه، ألا وهو رقم ستيو بوخارست بعدم خسارة 104 مباراة على التوالي. رقم النادي الروماني العريق يمتد ل 104 مباراة في بطولة الدوري فقط، وهذا لا يشمل مشاركته في أوروبا أو في بطولة الكأس التي لم يخسر فيها خلال تلك الفترة أيضا، وقد حقق ذلك على مدى ما بين يونيو حزيران 1986 حتى سبتمبر أيلول 1989. وخلال هذه الفترة المجنونة نجد أن ستيو بوخارست خسر مثلا في أول مباراة أوروبية له في موسم 1986-1987 بنتيجة 3-0 أمام أندرلخت البلجيكي، ليفقد لقبه الذي كان قد حمله بالنسخة السابقة من خلال الفوز بركلات الترجيح على برشلونة. وفي النسخة التالية من دور الأبطال يخسر ستيو بوخارست مباراة في الدور الأول أمام بودابست المجري بنتيجة 2-0، مما يوضح الفارق بين سلسلة ريال مدريد الحالية وسلسلة ستيو بوخارست السابقة. سلسلة ستيو بوخارست المرعبة تصبح أكثر إذهالا لو أضفنا لها مباريات الكأس، فالفريق كان قد حقق لقب الكأس 3 مرات خلال تلك الفترة، أي أن رقمه المحلي قد يصبح أكبر لو أعدنا الحسابات ونسينا المشاركات الخارجية. فريق ستيو بوخارست المرعب آنذاك كان يقوده الأسطورة جورجي هاجي، والمدافع صاحب الصورات والجولاد بيلو ديديتشي، والمهاجم المرعب لاكاتوش الذي وضع بصمته في عديد المباريات المهمة. حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا هذه المسألة قبل فترة، حيث أكد أن نادي سلتيك هو من يحمل الرقم القياسي ب 62 مباراة ممتدة بين عامي 1915-1917. رقم ريال مدريد الحالي يجعله في المركز 10 تاريخيا، في حين يعد دينامو زغرب الكرواتي أفضل صاحب رقم في العصر الحديث ب 45 مباراة حققها ما بين 2014-2015. أما رقم ميلان التاريخي المعروف 58 مباراة فهو رقم محلي، ورقمه في كافة المسابقات هو 42 حسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أتمنى ضغط زر لايك إذا عجبكم المقطع. هذا الفيديو بالتعاون مع قناة YBTV، من تقديمي أنا محمود خالد، وفي الإنتاج يحيى بدري. شاكرين لكم حسن المتابعة.